تمام، دي لقطات قديمة من الكابتن محمود الخطيب طبعا مع أبناء النادي الأهلي وبالتحديد فريق مواليد 97 من النادي الأهلي، واللي قدروا إن هم كمان يحرزوا بطولة الجمهورية هذا الموسم. معانا الكابتن عمرو أنور يا جماعة. طيب خلينا نروح سريعا للكابتن عمرو أنور طبعا المدير الفني فريق 97 من النادي الأهلي. يا كابتن عمرو مساء الفل عليك. كابتن عمرو. ألو. مساء الفل عليك يا كابتن عمرو، عامل ايه؟ مساء الخير يا امير، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ سنه وانت طيب. وحضرتك طيب؟ بخير، وجميع مشاهدي وجمهور النادي الاهلي بخير، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. وحضرتك طيب، الله اكرم. يعني طبعا عايزين نتكلم عن الجلسه اللي جمعت حضرتك والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي النهارده بخصوص فريق 97 بالنادي الاهلي، واهم الجوانب اللي انتم تطرقتوا ليها خلال هذه الجلسه، ونطمن بشكل عام على فريق 97 في النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي اللي ممكن يستدعيهم خلال الفتره اللي جايه الفيرست تيم بالتحديد. يعني طبعا النهارده كان في الاجتماع مع كابتن خطيب ومع كابتن سيد عبد الحفيظ بخصوص التقرير الفني السنوي بتاع فريق الشباب اللي هم مواليد 97. يعني طبعا تطرقنا لكل الظروف اللي مرت بالفريق في خلال الموسم، لكن انت عارف ان انا ما بداتش معاهم الموسم من البدايه. اه طبعا. اه بالظبط، ولكن انا يعني حضرت في الدور الثاني و يعني عملنا، يعني انا بالفتره اللي انا شغلت فيها، لا الحمد لله عملنا فتره جيده جدا، عملنا مباريات قويه جدا، عملنا نتائج كويسه الحمد لله، قدرنا ان احنا نحرز لقب البطوله قبل نهايتها باربع اسابيع، فارق 15 نقطه ما بيننا وما بين المركز الثاني، اقوى هجوم، يعني يمكن حتى اقوى دفاع مع فريق المقاصه. يعني لا الحمد لله، الحمد لله الموسم كان جيد جدا لفريق الشباب. تمام. النهارده كان الاجتماع التقرير الفني المعتاد في نهايه كل موسم. تطرقنا لكل الايجابيات وكل السلبيات، ومين اللعيبه اللي تقدر تكمل ومين اللعيبه اللي ممكن تبقى اعراض، لان انت عارف احنا يعني الفرقه الوحيده كانت في المسابقه دي اللي عندها حوالي 12 او 14 لعيب اعراض. فعلا اعراض كانت كتير جدا من الفريق ده بالتحديد بره في يعني بالظبط كده، فحتى احنا كان في اوقات كتيره جدا بنلجا ان احنا نكمل الفريق بتاعنا من مواليد 99 ومن مواليد 2000 وفي اوقات من 2001، ودي حاجه برضو انا شايفها من الايجابيات اللي كانت موجوده السنه دي في القطاع، ان اللعيبه دي لو ما كانتش جاهزه ما كناش هنقدر نعوض النقص بتاع الفريق 97 بسبب الكم الكبير بتاع الاعراض اللي حصل يعني. لا يعني النهارده الاجتماع كان مثمر، كان يعني هو ده اجتماع، يعني عايز اقول اجتماع مبدئي. تمام. يعني اتكلمنا في حاجات كتير، والمفروض ان شاء الله ممكن في خلال اسبوع او 10 ايام هيبقى في اجتماع تاني. كويس. مع كابتن خطيب ومع كابتن سيد. نكون ساعتها كمان عرفنا شكل المسابقه والبطوله السنه الجايه هيبقى ايه؟ هل هيبقى في مسابقه 97 ولا لا؟ هل هتبقى 98 مع 99؟ لسه لحد دلوقتي ما فيش اي قرار طلع من اتحاد الكوره. فاحنا في خلال يعني الاسبوع او ال 10 ايام دول، يعني النادي الاهلي بعت جواب لاتحاد الكوره علشان يستفسر منه على وضع المسابقه ان شاء الله السنه الجايه، هتبقى موجوده ولا مش هتبقى موجوده، لان هي اذا موجوده هيبقى في شكل، هيبقى في قرارات. اكيد. اذا مش موجوده هيبقى في شكل وقرارات ثانيه خالص. اكيد طبعا. طيب هل كان في اي طلبات معينه من حضرتك كمدير فني للفريق في حاله استكمال هذا الفريق لمسيرته في الموسم القادم، طلبات معينه قلتها للكابتن محمود الخطيب سواء بتتعلق بالتدعيمات ببعض الامكانيات اللي ممكن تكون انت محتاجه تتوفر بالنسبه لفريق 97 بالنادي الاهلي؟ لا لا لا، يعني ما فيش طلبات، واعتقد الفريق مش محتاج تدعيمات. مش محتاج تدعيمات. كويس. انا بالنسبه لي، يعني انا بالنسبه لي الفتره اللي انا اشتغلت فيها اللي هي الدور الثاني دي، لا عندنا قوام للفريق كويس. خلي بالك احنا برضو مهتمين جدا في النادي بسياسه التصعيد. انا النهارده حتى لو عايز ادعم الفريق، انا شايف ان احنا هندعم الفريق من القطاع، هيبقى من بره القطاع. كويس. الا اذا يعني في حاله واحده بس، ان انت ظهر قدامك لعيب سوبر، يعني انت مش موجود عندك في النادي. يعني انا شايف انها هتبقى فرصها مش كبيره قوي، مش كبيره. اذا في تدعيمات، لا انا شايف ان احنا يعني عندنا قاعده كويسه في القطاع، هنقدر ان احنا نستعين بيها اذا الفريق ده كمل، اذا اللعيبه اللي هي اللي طالعه اعراض كملوا الاعراض، اذا في لعيبه من عندنا برضو طلعت اعراض تاني، لانها يعني اللعيبه دي فيها لعيبه كويسه. والقناه عندكم يعني دي حاجه برضو المفروض نشكركم عليها صراحه، يعني
لا ده واجب، ده واجب قناه الاهلي، ده طبيعي لازم ان هي تذيع كل المباريات اكيد. انا بجد انا بكلمك بصراحه يعني، يعني فعلا القناه بذلت مجهود كبير جدا في اذاعه الموسم كله المباريات كلها، دي حقيقة. فاللعيبه دي اتشافت كويس على مدار الموسم، فانا اعتقد ان اذا المسابقه دي استكملت او اتعملت الموسم القادم اعتقد ان في ان عدد اللعيبه المعارين هيزيد. هيزيد. هي دي الفكره بالظبط كده، فهي الفكره هتبقى اذا في عدد زياده طلع تاني اعراض هنضطر ان احنا ناخد من الفرق الاصغر، هنضطر ان احنا ناخد من القطاع عندنا، لان القطاع غني بالمواهب وعنده لعيبه كويسه، وزي ما بقول لك احنا مهتمين جدا في القطاع بسياسه التصعيد. كويس. فدي تبقى حاجه كويسه اللعيبه يعني، احنا السنه اللي فاتت او الفتره اللي انا كنت موجود فيها لا يعني احنا كنا بنلعب على الاقل في الملعب في اثنين او ثلاث لعيبه مواليد 2000 2001 99 يعني، في اثنين او ثلاثه 99 اساسيين في الفرقه. كويس جدا. وعندك مصطفى شوبير 2000، عندك العربي بدري 2001، عندك لعيبه من تحت. اللعيبه دي لما تاخد فرص وتلعب مع سن اكبر تجهز اكتر وتجهز اسرع وتقدر تلعب في الفريق الاول اسرع، لانك بتتعود على القوه البدنيه وبتتعود على انك بتلعب على طول مع ناس اكبر منك واسرع منك واقوى منك، فده بيفيدك وبيزودك في كل النواحي البدنيه بتاعتك والفنيه. طيب كم في المية كابتن من فريق 97 يقدروا يمثلوا الفريق الأول للنادي الأهلي من وجهة نظرك، وطبعا من خلال قيادتك لفريق 97 خلال المرحلة الماضية؟ لا ما انت عندك اوريدي، خلي بالك انت عندك في ناس كتير بتلعب في الفريق الأول. اوكي، لكن اللي ممكن ما يكونوش تصعدوا خلال الفترة اللي فاتت ممكن بنسبة كم في المية عدد منهم يعني يصعد؟ في يعني في حوالي 3 لعيبة او 4 لعيبة. كويس. كمان بيبقوا موجودين. ودي انا بتكلم في بخصوص الفريق الاول بالتحديد يا كابتن، لان اكيد بيبقى في سمات معينه وخاصه لقطاع الناشئين او اللاعبين في قطاع الناشئين، ان هم لازم تكون تتوفر عندهم هذه السمات عشان يقدروا يمثلوا الفريق الاول للنادي الاهلي، سواء من ناحيه الامكانيات، من ناحيه الضغوط اللي بيتعرضوا ليها، من جوانب عديده في الحقيقه. فانا عشان كده بسالك، ممكن يكون كم في الميه من ابناء النادي الاهلي في قطاع الناشئين بالتحديد في الفريق اللي حضرتك بتقوده ومختلف الاعمار اللي حضرتك بتمرنها؟ لان زي ما حضرتك قلت لنا في 2 مواليد 2000 و3 مواليد 2001 و99 وكلام من ده، كم في الميه منهم ممكن يمثل الفريق الاول للنادي الاهلي من وجهه نظرك يعني؟ هي بص مش هتقدر تديها نسبه بالظبط. كويس. انما انا النهارده بكلمك، خلي بالك اللعيبه اللي هي ال 99 وال 2000 دول خلاص اوكي اوريدي موجودين في النادي. امتى يجي الوقت؟ هيبقى حسب المركز اللي هو بيلعب فيه وحسب احتياجات بتاعت الفريق الاول. تمام. وحسب قدره اللعيب على انه يقدر يتعامل مع المباريات بتاعت الفريق الاول. انما انت النهارده لو بتكلمني على الفريق بتاع 97، فريق 97 بعيد عن الاربعه اللي هم فوق اللي متأيدين اللي بيلعبوا، في 12 واحد طلعوا بره اعراض واثبتوا وجودها يعني. فعلا. الناس فعلا. لما لعبت بره اثبتت وجودها والناس كلها اشاد بيهم ومستواهم. بتتكلم على اللعيبه اللي موجودين يعني فوق ال 12 دول وفوق الاربعه اللي هم متأيدين وبيلعبوا في الفريق الاول، لا في حوالي 3 لعيبه وفي 4 لعيبه كمان. يعني انا شايف ان هم محتاجين فرصه. محتاجين فرصه. كويس. في الفريق الاول كان في مباراه وديه، كان في تمرين، ان كان يقدر الراجل او يقدر مستر دخلتي يقدر يشوفهم يحكم عليهم هم ينفعوا في الوقت ده ولا ما ينفعوش. اذا حصل كان في مسابقه الموسم اللي جاي اعتقد ان دي برضه هتبقى فرصه ليهم على مدار الموسم ان انت تقدر اللعيبه دي تتشاف كويس ان كان في المباريات الرسميه، لان انا يعني حتى الفتره اللي احنا اشتغلنا فيها لا كان على طول بيجي كابتن سيد عبد الحفيظ، كان بيجي على طول سبستيان، كانوا بيجوا على طول الماتشات اللي عندنا في النادي كانوا بيتفرجوا عليها وكانوا بيبقوا موجودين. كويس. وده كان بيدي دافع وحافز كويس جدا للعيب. فمعنى كده ان في اصلا اهتمام من الجهاز الفني بتاع الفريق الاول. نتمنى ان شاء الله ان الفتره اللي جايه الرؤيه تبقى واضحه. علشان نتمنى اتحاد الكره يرد بسرعه بس عشان النادي يلحق يسيستم نفسه. بالظبط. بالظبط. انا يعني دي نقطه انا بتكلم فيها، ان الرؤيه تبقى واضحه بحيث ان انت النهارده كنادي اهلي تعرف تعمل الخطه بتاعتك بتاعت الموسم اللي جاي هتقدر تشتغل على مين. المسابقه دي موجوده، المسابقه دي مش موجوده، هتبتدي تضم فرق، هتبتدي تضم لعيبه، تبقى انت عارف الخطه بتاعتك اللي هتشتغل بيها بقيه الموسم من بدري بحيث ان انت تقدر تحضر لها وتجهز لها من بدري ان شاء الله. طيب اخيرا عايز اعرف اهم الكلمات او اهم النصائح اللي ممكن يكون وجهها الكابتن محمود الخطيب خلال هذا الاجتماع يا كابتن عمر. لا هو الكابتن محمود يعني صراحه يعني انا برضو النهارده لقيته عنده درايه كبيره جدا بالفرقه وكان بيتفرج على الماتشات عن طريق قناه الاهلي، يعني حتى النهارده وانا بتكلم معاه في حاجات لقيته هو يعني لقيته عارفها اصلا يعني. كويس. يعني دي حاجه كويسه جدا. كان كل يعني كل التركيز وكل حاجه ان اللعيبه الكويسه اذا ما لهاش فرصه في النادي
يعني ملاش فرصه في الفريق الاول دلوقتي، لا لازم يتعمل لها اعارات علشان تكتسب خبرات وتقدر تلعب وتقدر تستفاد وترجع تفيد النادي في اسرع وقت ان شاء الله. صح. ان شاء الله باذن الله. كابتن عمرو انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طبعا كابتن عمرو انور المدير الفني لشباب النادي الاهلي مواليد 97.